العام 2030 هو العام الذي يطمح المجتمع الدولي فيه للقضاء على الجوع في العالم وفق استراتيجيات عالمية وأخرى وطنية تعمل عليها منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو والعديد من المؤسسات الدولية. اليوم احتفل الأردن باليوم العالمي للأغذية بإبراز العديد من الخطط الطموحة بالتعاون بين وزارة الزراعة ومنظمة الفاو للوصول إلى تطوير وتنمية السياسات الزراعية. كل ذلك يأتي في وقت تقول فيه الأرقام إن نحو مليار جائع حول العالم، فيما تقدر قيمة الطعام الذي يتم هدره سنويا في العالم بنحو تريليون دولار، وهو ما يضع البشرية أمام مسؤوليات كبيرة للوصول إلى القضاء على الجوع فعلا بحلول عام 2003. حول هذا الموضوع رحب بضيفي هنا في استوديو قناة المملكة ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالوكالة في الأردن أليكسيس بونتي. سيد أليكسيس، أهلا بك بداية، وأشكرك على تلبية دعوة الحضور إلى قناة المملكة. اليوم من وجهة نظر الفاو، ما هو التقييم لوضع الجوع والجوعة في العالم؟ سعد الله مساءكم، وأنا أيضا يسرني أن أكون معكم اليوم. وكما ذكرت بأن هنالك مليار شخص يعانون من الجوع في العالم، وأيضا هذا نتيجة للنزاعات. وكما ذكرت كما تذكر بأن هنالك 5 دول في العالم تعاني من خطر المجاعة، وهي اليمن والسودان وأفريقيا الوسطى وسوريا، وكلها في أوضاع صعبة. والسبب الرئيسي للجوع هو للأسف النزاع، وأيضا يمكن للبشر تغيير الوضع القائم. وأيضا لا يوجد هنالك شك بأنه يمكن تحويل هذا المنطقة. وقد كنت قبل أن أحضر الأردن كنت في الكونغو، وهو بلد كبير في أفريقيا ويستخدم الكثير من الموارد الطبيعية، وهذا البلد لوحده يمكن أن ينتج طعاما يكفي ل 2 مليار شخص أو تقريبا 50% من سكان العالم. ولكن القدرة موجودة، ولكن المشكلة هي النزاعات، وأيضا هنالك بعض الكوارث الطبيعية، وأيضا التغير المناخي التي تؤثر على ذلك. ولكن طالما يكون لدى البشر القدرة والإرادة لإطعام أنفسهم وعائلاتهم، فلا أعتقد بأنه يعني ربما قد لا تتوفر تلك الإرادة لإطعام الجوع. كان هناك تقرير حذر من وضع دول المجاورة للحروب، وذكرت موضوع الأزمات. سيد أليكسيس، هذه الدول التي تستقبل أعداد كبيرة من اللاجئين وتعاني بدورها من هشاشة في مجال الغذاء، يذكر الأردن، هل هناك من مخاوف حقيقية على تلك الدول؟ واليوم يعني الأردن يحتفل مع الفاو باليوم العالمي، حيث الاستعداد والتعاون مع الأردن في تخفيف مستويات الجوع ووضع استراتيجيات وطنية. In fact, when I arrived in Jordan, I have to be frank, and I was amazed. صريحا لقد كنت متفاجئا بمدى الإنجاز نظرا لوضع الأردن المليء بالتحديات، وخاصة فيما يتعلق بشح المياه وأيضا الأراضي المروية التي تشكل أو الزراعية تشكل 5% من مساحة البلاد. وأيضا لكن نظرا لهذه الظروف فإن الوضع في الأردن هو أمر جيد، وحتى من ناحية إدارة الموارد المائية، وأنتم لديكم سياسات جيدة في هذا البلد، وخاصة في الزراعة أو الزراعة المائية، وخاصة الإدارة المائية، وخاصة في وادي الأردن الذي يعتبر سلة غذاء للبلد. ولكن التحدي الكبير الذي يواجه الأردن هو التغيير المناخي، وأعتقد بأن علينا إيجاد حلول للتكيف مع التغير المناخي. الحلول التقنية موجودة، ولكن ما نحتاجه مرة أخرى هي الإرادة وأيضا الرغبة في الاستثمار. ولذلك لا يوجد هنالك مشكلة جوع في الأردن، وأعتقد أن هذا دائما أمر جيد.
ونجد ذلك في الأردن ونجد أيضا ذلك في باقي أنحاء العالم. وأيضا من سوء الحظ دائما ما نجد بأن النساء والأطفال متأثرون من السمنة وهو داء يتهدد الأردن ومنتشر. وإن التركيز هنا ينصب على الحمية الغذائية التي تتضمن الكثير من السكر والنشويات، ولذلك فإن مشكلة السمنة يمكن حلها عبر اتباع حمية صحيح. يعني حمية غذائية جيدة، ممارسة المزيد من الرياضة والتقليل من أكثر من أكل المنسى في الأردن، وهي بطبيعة الحال أليكسس يعني أكلة أردنية مشهورة. في مقابل هذه الممارسات التي أشرت إليها، هناك ما يقول ما يكفي لإشباع أو لإطعام العالم. موضوع الهدر وهو مكلف جدا، ما الذي يجب أن يتغير في خيارات الاستهلاك؟ But in fact, when you look, you have 800 million people suffering from hunger. 800 million شخص يعانون من الجوع، وأيضا هنالك عدد يقارب تقريبا يعانون من السمنة. ولذلك أعتقد بأن بتوزيع الغذاء لا أعتقد بأن هناك مشكلة بإيجاد ما يؤكل، ولكن الإشكال هو بهذا الطعام الكثير والمهدور. وفي هذا الصباح كنت أتحدث في خطابي وأؤكد على هذا الغذاء الخارق، الغذاء الخارق الذي يحتوي على مكونات صحية مثل الثوم، والذي يضم الذي يتضمن مضادات للفيروسات، وأيضا الرمان الذي يحتوي على مضادات للأكسدة والغير، وهي من المكونات الغذائية. ولذلك هنا الكثير من الأغذية الصحية جدا، والأمر يكمن بالجودة وليس بالكمية. وهناك بعض الأشخاص الذين يقولون في الولايات المتحدة وأوروبا أن يعتمدوا على النباتات، نحن لسنا بحاجة لأكل كل هذه اللحوم من الخرفان وأيضا الأبقار. ربما لو أكلنا حصة في الأسبوع واحدة في الأسبوع تكون كافية، وأعتقد أن هذا كاف لحل مشكلة السمنة. وإذا لم نأكل الكثير فعندها يمكن أن نوفر الكثير من الطعام لإطعام الجوع. ولذلك المشكلة هي إيجاد التوازن وأيضا التوعية والتثقيف الصحيح، وليس فقط للسعي لأكل كميات أكبر وأكبر من الطعام. نعم، يعني ذكرت هناك يعني ممارسات يجب ربما أن تتغير. ذكرت الأزمات كأحد العوامل الأساسية فيما يتعلق بالجوع وارتفاع عدد الجائعين، ذكرت عبء اللجوء أيضا. في هذا الإطار، هل من تحديات أخرى تقف في طريق تحقيق الأهداف عالم خالي من الجوع والفقراء، أو من الحصول على تلك النوعية الجيدة من الغذاء بحلول العام 2030؟ ترى ما ينجز بطيء أم أنه يتحرك بوتيرة ترضى عنها منظمة الفاو؟ أن تتحرك بوتيرة بطريقة تسعد الفاو تعني بأن نتحرك نحو السلام. المرة وأنا أكرر بأن المشكلة الأساسية هي النزاعات الدائرة والفقر وقلة ونقص الوصول إلى الطعام. وأحد المشاكل الكبرى التي واجهناها في الأردن بسبب الوضع في سوريا هي طريق التجاري التي تمر بين عمان ودمشق إلى تركيا، وهذا قد كلف الأردنيين الكثير من الأموال. وأيضا لدينا بعض السياسات المتعلقة بالتجارة الدولية والتي يجب أو التي تضمن للأردن الوصول إلى السوق الأوروبية، وبالتالي فهذا الغذاء الخارق الذي تحدثت عنه وإيصاله إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يمكننا زراعته هنا في الأردن، إما عبر الزراعة المروية أو زراعة بواسطة أساليب إدارة المياه والري. وأيضا كما أخبرتك على سبيل المثال يمكن أن تغذي أكثر من 25% من عدد من السكان، ولذلك لا أرى مشكلة طالما وجدت الإرادة والسياسات والاستراتيجيات المناسبة لتنفيذ ذلك.
طب أنت يعني بما تبقى من الوقت سيد الأليكسس متفائل بأن أهداف 2030 ستتحقق، تتحدث كثيرا عن الوعي والتوعية وتتحدث كثيرا عن ضرورة توفر الإرادة للإنجاز. There's always a difference between being optimistic and هنالك اختلاف بين أن تكون متفائلا وأن تكون واقعيا. أيضا عندما تنظر إلى الوضع ووضع النزاعات الدائرة في المنطقة وفي أفريقيا، هنالك أسباب تمنعنا من التفاؤل والتمسك بالواقعية. ولكن غالبا عندما يجبر الناس للتفكير، عندما يواجهون حاطئا، وعلى سبيل المثال في الحرب العالمية الثانية وبعد الحرب العالمية الثانية ومصائبها، اضطررنا لتأسيس الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمات دولية يمكنها أن تحفظ النظام. في أوروبا كان هناك الكثير من الحروب بين ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، والآن بسبب الاتحاد الأوروبي تعدينا هذه النزاعات ووجدنا حلاً اقتصادياً ناجحاً وحد بين الأمم المختلفة. أليكسس بونتي، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالوكالة في الأردن، أنا أشكرك جزيل الشكر. كان يوماً متعباً وطويلاً وربما مرهقاً لك، لكنك يعني تفضلت ويعني أتيت لهذه المقابلة. شكراً جزيلاً لك. ونتمنى لكم دائما كل التوفيق فيما تقومون به من أعمال وتضحيات. شكرا لك.